عوض الله يا ابو حمزه بعوض الله الله والد دحدوه والد يا شباب ده شال خريطه هذا خريطه يا جماعه لو سمحتوا في حاله لسه سوا هذا الشخص لا هذا هذا هاي ملك وهذول شخص البيت قال عنه جيش الاحتلال انه مكان امن وجاءوا اليه لكن الموت لاحقهم والاستهداف لاحقهم والغارات لاحقهم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولن نشمت العدو وليخسأ جيش الاحتلال.